الفيديو رح نحكي لكم كيف تعملوا السيرة الذاتية تبعتكم في 4 خطوات. حاولنا نبسط الموضوع فطلع معانا انه في 4 أجزاء لموضوع السيرة الذاتية. اول اشي انه انت تقعد تجمع المعلومات عن نفسك، فبتكون عندك فرصة رائعة هلأ انك تقعد مع حالك وتفكر، يمكن تحتاج يوم يمكن تحتاج ساعة، فانتهز الفرصة انه هلأ انت عم تكتب السي في او يمكن بدك تطلع عليها وترجع تزبطها هيك تنفضها وتعملها من اول وجديد، مش غلط. فهلأ انت عندك هذا الوقت مقرر انك تقعد مع حالك وتفكر مين انت عشان عن جد تقدر تعمل السي في تبعيتك. شو محتاجين بالسي في؟ هلأ نحكي عن الخطوة الاولى، المعلومات. تمام؟ في المعلومات انا محتاج احط على الورقة مين انا، اسمي، الايميل تبعي، ويكون طبعا الايميل رسمي، راح نحكي لكم بمرات تانية كيف نعمل ايميل، وتحط معلومات التواصل يعني زي الايميل والتليفون. في ناس مرات بحطوا صندوق البريد بس مش بالضرورة، فانت حاول تحط اسمك، ايميلك اللي هو شكله رسمي، والتليفون. هدول هم المعلومات، مجموعة المعلومات المتعلقة في مين انا وكيف الناس توصل لي. في خطوة المعلومات بعد ما حطينا معلومات التواصل مين احنا، خلينا نشوف شو درسنا، فبنحط انه احنا ايش درسنا، ايش التحصيل الاكاديمي تبعنا. كمان محتاجين نذكر ايش اشتغلنا اذا كنا اشتغلنا، فبدك تتذكر كل شيء اشتغلته بحياتك وحطه على جنب يعني اكتبه. اتذكر كمان شو في اشي عمل تطوعي انت قمت فيه، كمان حطهم على جنب، وشو في دورات انت اخذتها فكمان حطها على جنب، واذا في عندك شهادات معينة يعني الها قيمة كمان حطها على جنب، مش كل الشهادات احنا بنقدر نذكرهم. هلأ انت هيك تطلع عليهم، القي نظرة وشوف ايش وضعك، فساعتها بتصير تتذكر اشياء، وفي بتلاقي انه انا بدي اشوف كيف بدي ارجع ارتب هدول المعلومات. فبتصير انت هيك جامع كل اشي عملته بحياتك من حيث شغل، عمل تطوعي، دورات وشهادات واشي درسته. تمام؟ فكلهم هدول بتحطهم هيك على الورقة قدامك، بتصير تطلع عليهم عشان لما تيجي تكتبهم تعرف من وين تبلش. هلأ إحنا هيك جمعنا عن حالنا كل هاي المعلومات. هلأ في مرات بصير إنه الناس ما بتكون عارفة حالها ومش عارفة إيش عملت، فالأفضل إنكم تستشيروا حدا من الناس المقربين عندكم، يمكن بالأسرة أو الأصدقاء المقربين، وقلهم يقعدوا هيك يفكروا معاهم وخليهم يفكروا معاكم إنتوا إيش عملتوا. مرات هم بذكروكم بأشياء، فلما تصير تعرف حالك كتير منيح وتسأل عن حالك رح تصير تتذكر شو انت عامل. هلأ السي في فيه الطريقة الكلاسيكية انه احنا بنحط فيها ايش درسنا وايش عملنا، ولكن هذا النمط من السي في هو صار ممل وما بيقدم اي معلومات. ولكن حلو انه انا اكون عارف انا ايش عامل بحياتي، يعني فقرة المعلومات كما ذكرناها قبل شوي، فاحنا بنروح بنحط كل هدول المعلومات، ولكن هلأ بنحاول نرجع نصيغ كيف أنا بدي أبين، لأنه مرات بيكون في عندك شغلة أنت عن جد أبدعت فيها وهي هاي نقاط القوة تبعتك، فيفضل أنك تكون هون عم تعمل عليها إلابوريشن، بتذكرها بشكل مميز أكتر وواضح أكتر. ولكن تذكروا السي في بدها تكون بين صفحة لصفحتين يعني مش أكتر من هيك، بتعطي عنك فكرة، يعني الناس لما بدهم يستدعوك لمقابلة بيكون في إشي لفت نظرهم، فأنت كيف بده يلفت نظرهم؟ مرات مهم عدد سنوات الخبرة وإيش درسين، لأنه في بكون أشياء وظائف أو استشارات بتتطلب نوع معين ومحدد من الخبرة والدراسة، فإحنا بنحاول إنه نذكره. ولكن إذا أنا كنت لسه عم ببدأ بأول حياتي فيفضل إنه أبلش بهاي الطريقة وأركز كتير كتير على الأشياء اللي أنا شغوف فيها والأشياء اللي أنا عاملها. هلأ بفيديوهات تانية رح نحكي لكم كيف تعرفوا شخصيتكم أكتر وشو هم الاختبارات الموجودة بشكل نسخ مجانية تقدروا تعملوها، عشان كل هذا الكلام إذا أنت كنت عارف حالك مين أنت وإيش شاطر فيه وإيش نقاط قوتك عن جد بتقدر تكون قابل للتوظيف أكثر. فهلأ أنت لما صارت عندك هاي كل المعلومات في الخطوة الأولى اللي هي المعلومات، تقدر أنت تشوف كيف بدك تبلش ترتبهم بالسي في وكيف تحطهم وكيف التسلسل تبعهم. فقبل ما ننتقل للخطوة الثانية، ركزوا دايما على الكفاءات. الكفاءات هي الاشي اللي بيخلي الناس تنتبه عليكم وتلاقي انه في فعلا عند هدول الناس اشي مميز. اتذكروا انه انتم مرات ممكن تكونوا بتسكنوا بدول فيها كتير شباب، ممكن يكون فيها كتير خريجين، فمرات بيكونوا كل الناس تقريبا مستواهم نفس الاشي، مو مبين انه ليش هدول مميزين، ليش هدول بلفتوا النظر. فانت هون بتحاول تبين عن طريق الكفاءات اللي انت فيها، المهارات، الكفاءات. فهون كل ما انت كنت عارف حالك انت بايش شغوف وبايش شاطر وبايش
قوي هون بتقدر تحط كل هدول المواضيع والسي في تبعيتك تكون بتخلي الناس يقدروا يشوفوا هذا الكلام. هلا نيجي نروح على الخطوه رقم 2. هلا صار عندي انا المحتوى تبع السي في وعارفين عن شو بدنا نحكي وكتبنا كل إشي وتذكرنا كل إشي مع اصحابنا واهلنا وكتبنا على ورقه. كيف شكل السي في؟ في عندك الشكل التقليدي اللي هو بنكتبه على وورد وبيكون ورقه صفحه لصفحتين، تمام؟ في ناس بحبوا يعملوا السي في تبعتهم على شكل فيديو. هلا كل هدول الطرق رائعين، ولكن بدك دائما تتذكر انه شو الاشي الدارج اللي انا بقدر ابعت فيه. فدائما لو بدك تعمل فيديو خلي الفيديو يكون اشي تكميلي، ودائما حتى هي الطريقه الكلاسيكيه الورقه اللي ورقه الوورد او البي دي اف، خلينا نقول بي دي اف، هي الطريقه الرائجه جدا. هلا خلينا نروح على الخطوه رقم 3 من السي في. صار عندنا المعلومات وصار عندنا شكل السي في موجود على طريقه الوورد او بي دي اف او فيديو او كلاهما. هلا وين بدنا نحط السي في تبعتنا؟ بنخليها طبعا دائما عندنا اياها على الجهاز الكمبيوتر وكل مره بنعمل لها ابديت. هلا الخطوه رقم 3 بالسي في. السي في عندنا اياها جاهزه، عندنا المعلومات، عندنا الفيديو، عندنا البي دي اف. شو بدنا نعمل فيهم؟ بنخلي طبعا عندنا نسخه موجوده على جهاز الكمبيوتر دائما بنعمل لها ابديت كل ما صار في عندنا إشي جديد تعلمناه أو إضافات على السي في وإحنا تطورنا، فبنرجع بنعكسها على السي في. كمان تقدروا تعملوا تروحوا تشتركوا تفتحوا لكم صفحة على لينكدإن اللي هو منصة مهنية يعني، وبكونوا عليها كل الناس وكل المنظمات، فهناك أنتوا كمان نفس السي في نفس المعلومات بترجعوا بتحطوهم على لينكدإن. في منصات تانية بس الأكثر شيوعا هو لينكدإن. في خاصية التحديث على السي في وبتكون هي رفرنس عندك، وبتقدر كمان انه تشبك مع كتير ناس بدوروا على شغل او جمعيات او منظمات او شركات. فاللينكدإن هي منصة كتير غنية وبتفيدك جدا بموضوع السي في وانك تتعرف على الناس والناس تقدر تلاقيك ويشوفوا وين اشتغلت. فخذوا لكم جولة على اللينكدإن عشان تعرفوا المزايا تبعت اللينكدإن، ولو حاسين انه حلو نغطي لكم اللينكدإن احنا جاهزين اذكروا لنا الكلام بالتعليقات. هلا اخر اشي الخطوة الرابعة بالسي في، كمان هو بيكمل على موضوع المنصات ولكن منصات متخصصة أكثر بالتوظيف. في عندكم مثلا إشي اسمه بيت وأخطبوط، فهدول أنتوا كمان نفس الإشي بتقدروا تفتحوا عليهم بروفايل إلكم، وبنفس الوقت أعتقد أنكم تقدروا تعملوا إكسبورت للسي في. ففي عندكم كذا طريقة أنه السي في تبعتكم تنوجد. إيش الحلو بأخطبوط والبيت؟ أنه مرات بنزل عليهم وظائف معينة يعني خاصة في قطاع التنمية development sector، فمرات كتير هم بينزلوا هناك، فساعتها إذا كنتوا أنتم مهتمين بموضوع الـ NGO حابين تكملوا فيه رح يوصل لكم على notification وظائف بتتناسب مع الكفاءات اللي عندكم إياها والتعليم اللي أنتم وصلتوا له. بهيك إحنا بنكون خلصنا بهذا الفيديو، غطينا لكم 4 خطوات عشان السي في اللي هو المحتوى عني مين أنا وطريقة شكل السي في، ورقم 3 اللينكدإن، ورقم 4 المنصات المتخصصة اللي أقدر ألاقي فيها شغل. وبنتمنى لكم التوفيق، وفي حال كان في عندكم أي استفسار بليز اذكروا لنا إياهم بالتعليقات عشان نقدر نعمل لكم عليهم فيديو. شكراً.